تتضافر جهود القطاعات في تقديم الخدمات الصحية والوقائية التي اتخذتها السلطات لمواجهة جائحة فيروس كورونا، حيث أقامت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع ممثلة في إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف أول مستشفى ميداني بالتعاون مع وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة. هذا المستشفى هو بسعة 100 سرير، يقدم خدماته لسكان أهالي الأحياء المعزولة هنا في العاصمة المقدسة بغرض الاطمئنان على صحتهم. هناك أيضا مختبر مخصص لعمل الفحوصات المخبرية، وكذلك صيدلية بها جميع المستلزمات الدوائية، وكذلك أقسام أشعة وعناية مركزة. وهذا المستشفى مرتبط رقميا وإلكترونيا بمستشفيات مكة للتعامل مع المصابين بفيروس كورونا. حيث تم تجهيز المستشفى بسعة 100 سرير، يحتوي على مختبر وصيدلية وأشعة رقمية مرتبطة تقنيا بجميع المستشفيات، بالإضافة إلى غرفة عمليات مجهزة وتموين طبي سهل الفك والتركيب، به مقاوم للحرارة والأمطار ونظام تبريد عالي الجودة يتم تشغيله وتجهيزه من خلال فريق سعودي مختص بالخدمات الطبية ومدرب على مستوى عالي. وجاء هذا التعاون انطلاقا من الواجب الوطني والإنساني المحتم على جميع الوزارات والقطاعات الحكومية، فقد تم تجهيز المستشفى الميداني وفق الاقتراحات والتجهيزات المعدة في الخطط الاحترازية لمواجهة الأزمات. القناة الإخبارية هيفاء الأمير، مكة المكرمة.